كانت هذه النظر الدعوة في جلسة 30/8/2015 بسماع شهادة مصطفى طلعت الشافعي مدير مكتب رئيس ديوان رئيس الجمهورية، ويطلب من هيئة الرقابة الإدارية تقرير موضح به كل من المستلم من هيئة الرقابة الإدارية والمسلم إليه من مقر رئاسة الجمهورية كل من التقارير أرقام 6785 المؤرخ 25/12/2012 و 6748 المؤرخ 23/12/2012 و 574 المؤرخ 4/2/2013 و 577 المؤرخ 4/2/2013 و 575 المؤرخ 4/2/2013 و 6678 المؤرخ 19/12/2012 والتقرير بدون رقم والمؤرخ 11/5/2013 ويستعجل إعلان المدعي بالحق المدني باعتباره تاركا لدعواه المدنية مع شخصه والقرارات السابقة مع استمرار حبس المتهمين. رفعت الجلسة.